اقتربنا مع كورونا من تجربة العامين القاسيين، اقتربت الوفيات إلى 5 ملايين، فهل يقترب الفرج؟ حتى الأمس القريب كانت الأمل معلقة على اللقاحات، لا تزال، لكن التفاوت في حملاتها لا يبشر بتعافي العالم ودوله سويا، فكان لابد من ظهور المعزز، ليس الجرعة المعززة بل دواء معزز، وظهر أخيرا. عقار مولني برافير ينتظر موافقة الغذاء والدواء الأمريكية، لكن دولا عدة حجزت منه ملايين الدورات حتى الآن. الدواء مضاد للفيروس، يؤخذ على 5 أيام، هو فعال، يقلل من خطر الإصابة الشديدة والوفاة إلى النصف. وبالنسبة للولايات المتحدة التي كانت الأولى لحجز كميات كبيرة من الدواء، هذا العقار قد يكون منقذا، فهي لم تطعم من سكانها سوى 57%. والدواء مولنوبيرافير لم يجرب على من تلقوا اللقاح، فربما لديها خطة بديلة عن اللقاح ولذلك سارعت لشرائه. على أي حال، لهفة الحكومة الأمريكية تشاركها الشارع السعيد جدا بالخبر، خاصة وأن الكثير من الأمريكيين لا يريدون أخذ اللقاح. Can reduce the severity of the illness, but I think that people should get vaccinated. That's the first thing that they should do. I think taking the pill would be an excellent idea. I think a lot of people have needle phobia, which I am one of those people. And the truth is that we will never get everyone vaccinated. So the more options there are to get themselves protected, the better it is for everyone. If it were up to me, I would go with the vaccine first, and indeed that's what I did. But I think if the research shows that it's just as effective and just as safe, then I think people should be empowered to make that choice.